الظرف هابط، أول ما اديك الإشارة تتحركي كالعادة. هي دي فتحة الانطلاق صحيح. ما بلاها يا أخويا الليلة دي، وكفاية أوي اللي إحنا سلكناه منه. بلاها الليلة دي ها؟ لا بص بقى يا بت، هتسوني في العقد؟ مش هسكت. أنت فيها يا بت؟ جتتك لحست على الضربة ولا إيه؟ ضربت ضربة؟ خلاص هات. وعلى إيه؟ أيوة كده اتظبطي، الإعلان عندك على الظرف، حفظتيه؟ حفظته. تحبني اسمعه لك؟ لا روح امك، احنا مش في الكتاب، وبعدين انا بامن لك. كتر خيرك. ما عندكش غيارين وسخين زيك كده اهو، اخدهم لك فمين. لا عندي مطوه ممكن اشيلك بيها في وشك، ايه رايك؟ بهرق. ماشي. تعالى اقول لك يا بنت. ايه؟ دمك عسل يا بنت. زي الأمر. هرمي كده هرمي. بقول لك ايه؟ ما تخليه كده زي القطه الصيامه على طول كده اللي بتحك في صاحبها. كده؟ احب انا الاجواء دي قوي. وبعدين عرايا المثل، يمشي عدل فلوس يحبك ويموت فيكي. بقول لك ايه يا اختي؟ اختك انا؟ اه. قولي يا اختي. تجوزني يلا. تجوزني وتلمني من القرف اللي احنا فيه ده. وهي حته دارينا. اختك وقرف؟ مالك يا بريزه يا اختي؟ انت تعبانه؟ سخنه؟ مش عجباني؟ فيكي حاجه؟ يوه. مالك يا خلوصي؟ من قدامك فل شمعه منوره اهو. طب ما دام انت يا اختي فل وشمعه منوره، ما تركزي في غسيله وخدي مخك معاكي في امنين يمكن ينضف معاكي. ماشي يا خلوصي، وهقول يا اخويا بيطلع في الغسيل.